الحادثة وأبرز الأحداث لهذا اليوم. شنت طائرات مجهولة الهوية ضربات جوية على معسكرات ومستودعات ذخيرة فضلا عن مواقع تابعة للفصائل المسلحة على الحدود العراقية السورية، ما خلف قتلى وجرحى بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران حليفة لتنظيم القاعدة وأن التنظيم الإرهابي يتخذ من الأراضي الإيرانية مقرا له. هذه المعلومات ستمثل تركة هائلة للرئيس المنتخب جو بايدن، وخاصة أن حكومته مرشحة لإعادة إحياء الاتفاق النووي. وينشغل المراقبون بالتساؤل عما سيقدم عليه ترامب بعد هذه الاتهامات، أو أن الوقت لن يسعفه في فعل شيء حيال طهران. You now have the world's state, largest state sponsor of terrorism. لدينا الآن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها القاعدة الرئيسة لتنظيم القاعدة. فهم شركاء في الإرهاب والكراهية. هذا المحور يشكل تهديدا خطيرا لأمن الدول والأمن الوطني الأمريكي. أود أن أقول إن إيران هي بالفعل أفغانستان الجديدة بوصفها مركزا جغرافيا رئيسا للقاعدة، لكنها في الواقع أسوأ على عكس أفغانستان عندما كان تنظيم القاعدة يختبئ في الجبال، والقاعدة اليوم تعمل على حماية النظام الإيراني. للحديث في ملف التصعيد الإقليمي ينضم إلينا مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية دكتور غسان العطية. أهلا بك دكتور غسان. يعني دكتور، طريقة بومبيو في إعلان تفاصيل التحقيق بشأن هجمات نيويورك، ألا تعتقد أنها كانت تشبه بطبعها إعلان الحرب التي حصلت مع أفغانستان والعراق؟ ألا تشبه نفس الطريقة؟ شكرا. لتصريح وزير الخارجية الأمريكي وكان رئيس المخابرات الأمريكية سابقا أمام الرابطة الوطنية للصحفيين الأمريكان، له أهمية وله أبعاد عدة. البعد الأمريكي الخاص وهو أن يوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة بايدن، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الكلام، وبالتالي يعتبر هذا الكلام بمثابة تقييد لحرية بايدن في العمل مستقبلا. هذا من جهة. من جهة ثانية، على الصعيد الإيراني واضح أن إيران بعد الثورة الإسلامية عام 79 كانت تضم قوى معتدلة ليبرالية يسارية، اللي حصل أن تم تصفيتها لصالح التطرف الإيراني. حتى الدستور الأول لم يكن به كلمة ولاية الفقيه أضيفت، وأصبحت السلطة مطلقة تدريجيا بيد العناصر المتطرفة المتشددة الإيرانية، وأمثال بازرقان وأمثال بني صدر، وأخيرا حتى بنت رفسنجاني معاقبة ودخلت سجن 6 أشهر. فكل معتدل في إيران أصبح يواجه مشكلة كبيرة. ننتقل إلى الجانب العملي. الجانب العملي، الإيران تتصرف الآن في حقيقة الوضع كدولة قومية ذات طموح قومي، وما استغلال المذهب أو التشيع إلا عباءة، كما استغلت المسيحية كعباءة لغزو القدس أيام الصليبيين، وكما الدولة العثمانية استغلت الإسلام السني كوسيلة لغزو وتوسع في المنطقة. الآن نحن نشهد عملية توسع إيراني واضح باسم الدين. طيب دكتور العطي، يعني لو سمحت لي استثمار وجودك معنا، يعني هل يرقى ما قاله وزير الخارجية إلى إعلان حالة الحرب، يعني إذا صحت تسميتها بهذا الشكل؟ لا أعتقد الآن الأيام المتبقية إلى الرئيس ترامب هي 8 أيام. من الصعب أتصور أن يقوم شيء، وقام الكونغرس بمحاولة بمذكرة لكي يقيد قدرته على شن حرب.
ولكن يبقى هذا احتمال ممكن أن يتم. الشيء الآخر اللي ممكن أن يتم أن الآن اللي متوقع الخوف أن إيران تسعى إلى أن لا تعطي أمريكا أي مبرر لأنها تريد أن تنهي ولاية ترامب. وإذا إجا بايدن هنا المطروح الصفقة، الصفقة التقوم لأن بايدن يعتبر الحرب الحقيقية الآن هي في أمريكا ضد كورونا، وعليه سيجد أنه هو ممكن أن يتفاهم مع إيران، وإذا تفاهم مع إيران على الصفقة النووية فإيران تريد ثمن مقابل ذلك، وبتقديري الثمن بدون شك سيكون على حساب العراق، ولأن أمريكا مو مهتمة بالعراق كما الرئيس السابق أوباما بتفاهماته مع إيران. نعم. عمليا قدم إيران إلى العراق إلى إيران. هذا يعني بما أنك أتيت على ذكر هذه التفصيلة دكتور العطية، كيف تقرأ التصعيد الذي حصل على الحدود العراقية بقصف فصائل مسلحة؟ هل هو رسالة تحذير ربما؟ لا، أكثر من تحذير، هذا موقف إسرائيلي تحديدا أن لا نسمح للوجود الإيراني في سوريا، والوضع في سوريا سوف لن يسمح لبقاء إيران في سوريا، والولايات المتحدة تسعى حتى لكسب تركيا بهذا الاتجاه، وبالتالي من جملة الصفقة الممكنة أن إيران تحتفظ بالعراق وتبتعد عن المتوسط وتبتعد عن إيران وتبتعد عن سوريا، ولكن يكون العراق هو الثمن اللي تقاضى إيران مقابل ذلك. نعم، مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية دكتور غسان العطية كنت ضيفنا في نشرة السادسة، شكرا جزيلا لك. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إيجاد البديل للغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وقال حيدر الجابري مدير المكتب الإعلامي للصدر خلال مؤتمر صحفي إنه يجب على الحكومة إيجاد البديل عن الغاز والكهرباء، معرجا على ملف الوجود الأجنبي بالقول إنه يجب إنهاء وجود القوات المحتلة بحسب تعبيره. يجب على الحكومة إيجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية، ولا سيما بعد أن امتنعت الجارة إيران عن تصديرها لنا. أجدد مطالبتي بإنهاء تواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية. الجابري أكد أيضا أن الصدر وجه بتقديم الدعم الكامل للكاظمي ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم وتقديمهم إلى القضاء. يحاول رئيس مجلس الوزراء القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول يجب عليه الإسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتهم، ونحن نؤيد هذه الخطوة إن حصلت، وعليه أن يكثف من جهوده، وعلى الجميع الرضوخ، كما ونطالب بإحالة كل الفاسدين إلى القضاء وإعلام الرأي العام بنوع الفساد والأموال التي تم استحصالها واستردادها منهم. اعتبر مجلس الوزراء بطاقة الناخب البيومترية الطويلة الأمد واحدة من المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، فيما بين أنه تقرر منح الموظفين 60 يوما لتحديث بياناتهم البيومترية. مجلس الوزراء صوت على عد بطاقة الناخب البيومترية طويلة الأمد واحدة من المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة. على الموظفين جميعهم في مؤسسات الدولة الآن أن يسارعوا إلى تحديث بياناتهم البيومترية. بل قرر مجلس الوزراء أن يمنح الموظفين مدة 60 يوما لإجراء هذا. هذا نوع من منح الانطباع للمواطنين كافة وللموظفين على وجه الخصوص بأن هذه المسألة أساسية، وعلى الأقل الموظفون عندنا بالملايين في الدولة العراقية عليهم أن يحدثوا هذه البيانات تمهيدا لاستصدار بطاقة الناخب. وسط قلعة أربيل مكتبة كبيرة من الأسطوانات القديمة وأرشيف نادر من الكاسيتات تقدر بعشرات الآلاف، يحتفظ بها أمجد ابن أخت عبد اللطيف قمقاتشي صاحب أقدم تسجيلات صوتية في إقليم كردستان والمنطقة الشمالية والتي يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي.
على هذه القلعة، قلعة أربيل الشهيرة، ووسط أزقتها العتيقة يصدع صوت خافت لناظم الغزالي يمكن للمارين تمييزه بسهولة. مصدر الصوت من هذا المحل ومن هذه الأسطوانة الكلاسيكية، حيث أقدم محل تسجيلات صوتية على مستوى إقليم كردستان والموصل وكركوك يعود لخمسينيات القرن الماضي. الأول تسجيلات انفتح بكردستان العراق، أول مكان أربيل شان بأربيل، انفتح بجبل القلعة تسجيلات عبد اللطيف الشيخ مخشي، هو خالي كبير. أنا كان عمري 9 سنوات 10 سنوات اشتغلت يمه. شهدت هذه التسجيلات تحولات الأغنية العراقية والعربية والكردية، كانت حاضرة على تغير ذائقة الجمهور من جيل إلى آخر. القائمون على المحل يكشفون إن نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات يمثل العصر الذهبي للعمل في هذا المجال، لجهة اختراع المسجل الكاسيت والذي تحول إلى موضة عصرية وشبابية حينها. هاي البكر الفارغ مالته بالعاصمة بغداد، نجيبه على أربيل نسجل عليه للعالم نبيع. ب69 إجس كاسيت. التفتت سلطات أربيل للأرشيف الموسيقي في هذه التسجيلات وأقرتها كمعلم من معالم المدينة، وخصصت لها محلا وسط قلعة أربيل التاريخية يقصده الزوار والسائحون على مدار العام مقابل رسوم رمزية. ولا زال بعض المستمعين الرواد يقصدون أمجد ليسجل لهم أغانيهم المفضلة على أسطوانات قديمة يحتفظون بها تعود لعشرات خلت من السنين. مشرق المنصور، أربيل، UTV. حكمها السومريون ب12 ملكا أشهرهم جلجامش. أوروك مدينة الحرف الأول استخدمت الألواح الطينية قبل أكثر من 5000 سنة. تشتهر أوروك بزقورتها المكونة من 7 طبقات تمثل كل واحدة منها عصرا جديدا. هنا مدينة أوروك وهذه زقورتها الشهيرة التي ترجع إلى 5000 سنة. حكمها السومريون ب12 ملكا أشهرهم جلجامش، وملحمته الشهيرة ملحمة الخلود. تتكون الزقورة من 7 طبقات، كل طبقة تعود إلى عصر جديد. أهميتها وموقعها جعلها عرضة للاحتلال من سرجون الأكدي إلى أورنامو ملك أور في صراعات الدويلات العراقية القديمة. مدينة وركا من المدن الأثرية القديمة المغلة في القدم، وقد سكنت منذ عصور ما قبل التاريخ، وقد تعاقبت السكنة لأدوار مختلفة. أقدم الأدوار الحضارية الموجودة في آثار وركا هي العصر السومري. يحيط المدينة سياج بمساحة 9 كيلومتر مربع و900 برج دفاعي لحماية المدينة، كما تشير الألواح الطينية هنا. كمركز لعبادة الآلهة عشتار، آلهة الحب والحرب، هكذا ترجمت بعثة برلين الألواح الطينية المكتشفة فيها. هذه المدينة التي انطلق منها الحرف الأول إلى كل بقاع العالم، ونرى العالم كيف ينمو وكيف يزدهر بظل هذه المدينة، إضافة إلى تأثير الحضارات التي استوطنت مدينة الوركاء وتأثيرها على الحضارات العالمية. لعبت الوركاء دورا رئيسيا كعاصمة للسومريين، حيث اكتشفت التنقيبات الألمانية في المدينة ألواحا طينية ذات مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية. وتؤكد التنقيبات أن المدينة كانت ميناء ومرسى لسفن تجارية قديمة. أول ما اكتشفت ألواح مسمارية حسب ما تذكر النصوص الكتابية في آثار مدينة وركاء، النصوص التعليمية، وكانت الكتابة مقطعية، الكلمة تكون من مقطع ثم تكونت المفردات وتطورت بالكتابة المسمارية. ومن بين الحرف التي كان يمتهنها سكان أوروك قديما الزراعة والخياطة والنحت والتعدين، التي لا يزال جزء كبير من أبناء القرى القريبة منها يمتهنونها ويحافظون عليها. من مدينة أوروك الأثرية في المثنى خليل بركات، UTV. هذه الأخبار وملفات أخرى تتابعونها في نشرة 8. إلى اللقاء.